في عطري سحرا سيحرر أوتارك. لجعلت العالم أزهارا من حب تروي قيثارك. لو يمسح وجهي منديلا قد يحمل حتى آثارك. لحست عطوري إن لمست ما صافح يوما إظفارك. أول عطر استعمله في الأروما كيميكال سينثيتيك هو الشانل 5، وكان له يعني كتير ضجة مثل ما أعلنوا عنه. أعطولا كانت ملكة الإثارة بهذاك الوقت اللي هي مارلين مورلو، وقالوا أنه قالت الجملة الشهيرة تبعيتها أنه قليلا من قطرات شانل 5 أخلد بها عندها إلى النوم. فضجت الدنيا، وصار الرجال يفكر أنه أو الرجال صارت تروح تشتري العطر لزوجاتهم لحتى يتخيلوا، يعني يشوفوا المفارقة والموضوع يلي ما نحكى عنه. فكانوا يتخيلوا مارلين مورلو بهذا العطر على زوجاتهم. هو السبب اللي كان معظم الرجال بهذاك الوقت بأوروبا يشتروا عطر شانل 5.